الدائرة الصغيرة، الدائرة الصغيرة هذه ماذا نقول عنها؟ سنقول الدائرة الصغيرة ما يراد تعلمه ما يجب أن يتعلمه المدرب. هنا ما يجب تعلمه. إيش الشيء اللي لابد المدرب ماذا يحصل؟ يتعلمه. لازم بنهاية البرنامج تدريب نضمن أن هذا المدرب ماله تعلم هذا الشيء. أنت يا حبيبي، أنت يا أخي المدرب، أنت يا أختي المدربة، بنهاية البرنامج راح نقيم هل تعلم المدرب هذا أم لا. طيب الدائرة الثانية كبير من داخل إلى أعلى، الدائرة الثانية المعلومات التعليمية، إيش نقول عنها؟ ما يجدر بالمتدرب معرفته. يعني إذا عرفه عندك وقت تقول له، ما عندك وقت تقوله، خلاص هذا ما يليق بالمدرب أن يعرفه، بس مش هو هذا زي ما تقول النوافذ، مش هو الأصل، خلاص. النوع الثالث، النوع الرابع، هذا ما لا يحسن تعلم. لا تقول لنا، ما نبغاش تقول لنا في البرنامج، احنا ما نبغاه. هو مهم، هو جيد، بس احنا في هذا البرنامج مالنا ما نبغاه. بس انت كمدرب تكون عارفه. ليش؟ عشان لو سألك واحد تكون عندك إحاطة به. المدرب يعرف اكثر ما يعرف من المتعلم. اذا انا عندي كم دائره؟ 3 دوائر. طيب نروح نرجع للكريك باتل في الهرم حقه. الهرم المدفك الرابع، اسال سؤال، ما الذي تعلموه المدربين؟ يعني كاننا الان لو جينا اختبرنا المتعلم وسالناه بنهايه البرنامج، قلنا له يا اخي الكريم ما الذي تعلمت؟ سؤال، ما هي الدائره اللي المفروض تغطى؟ الدائره الاخيره، اللي ماذا يجب ان يتعلم المتعلم في هذه الدوره؟ يا جماعة عندنا مشكلة كبيرة جدا مع إخوان المدربين اللي يدرب حقيبة هو ما سواه ومش عارف أصلا ما الذي يجب أن يتعلم في هذا الموضوع. يدخل يتحش في موضوع وما يعرفه، ما يعرف إيش الأشياء الأساسية في هذا الموضوع اللي لازم الشخص ما يعرفها، وبالتالي هو ما يعرف ما